طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم أوضاعكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. ما بعرف التصوير هيطلع صح ولا لا، أنا كان مش كاميرا بالعكس، بس شايف الشاشة شو عم يعرض عليها. يلي بده يجي ويشوف أماكن الجميلة ومناظر طبيعية هي ما بتجي لعنده، لازم هو يدور عندها، يا بده يدور عنده مرفه معه سيارة ويصور ما بده يشتري ما بده، يا بده يكون بحكايتي راجلا أو على بسكليتي. فهلا أنا بسكليتي وعدة تصوير، هاي ترايبورد، فبدنا نعملكم هيك شغلة صغيرة نشوف شو عم تصور الكاميرا من هون. هذا الجهة أزبط، إيه يا سلام. هذا شارع ما تفكروا نهار طلع من الماء، شارع زفت يمتد على ضيعة ثاني بالوادي بالضبط. كان عندنا ثلج يومين ثلاثة وغيم قبل منهم يومين ثلاثة ومطر كم يوم، يعني كان أسبوع الشمس ما طلعت، اليوم طلعت ما شاء الله، بس طلعت يعني طلعت قوية. يوه حبيت هيك أطلع هيك أتمشى شوي، بس كانت طلعة قاسية. هاي مزرعة أبقار أعزكم الله. لا بس في 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 مجال، يعني اعصابي عم بحبس نفس مشان ما تهز ايدي، وعالزوم بتهز اضعاف. طبعا جبال ما لها نهايه. انا طلعت عن هذا البرج مرتين مشي، عرضت منه مقطع ينطلع لهون، حاملينه منصه. هاي المنصة في عالم عليها زمن لاحظين، ماني مستخدم ترايبورد بايدي والزوم صعب. في اشخاص بيطلعوا فوق بياخذوا صور مقاطع فيديو بيتصوروا ذكريات، بس الطلعة بتكلف ساعتين ساعتين ونص تقريبا من اسفل الوادي. في سيارات بتصل لفوق بس مو لنفس النقطة، اخر نقطة يعني قبل حوالي شي 2 كيلو تصلت السيارة، ولازم تطلع سيارة على الأقدام إلا اللي عنده حالات خاصة أو معه استثناءات، يكون مريض أو عاجز فبيطلعون بيخلوا السيارة تطلع لفوق. حبينا بس هيك نسلم عليكم، معلوماتنا شحيحة صايرة، في عندي ظروف، أنا حكمتني الظروف شوي مثل ما حكيت، بس إن شاء الله الأفضل. هي العدة، هي المرسيدس عم طارق، شنطاي وترايبورد والكاميرا بايدي، يعني عدة بدائية، يعني بسوي انتر جرافيك لحالي، منتج ومصور معد وسيناريو وحوار وتدقيق لغوي و و و. هاد تصوير الكاميرا ثابتة على الترايبورد، ما بتهز مثل ما كانت عم تهز هلا من شوي مثل ما شفتوا. يسعد اوقاتكم، يسعد هيك كل ايامكم، ويزيل الهم والغم عنكم وعني ان شاء الله يا رب. حبيت هيك بس طلع عليكم طالة خفيفة من هون لشيء اخر او موضوع جديد، اترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله.